وجهت وزيرة الثقافة نيفين كيلاني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية. وأشارت كيلاني إلى أن المعرض يتمتع بتاريخ حافل ورحلة عطاء تؤكد اهتمام الدولة المصرية بالثقافة ودعمها ومساندة مبدعيها. يسعدني أن أرحب بكم ونحن ننطلق بدورة مميزة من تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي أنار عبر تاريخه العريق عقولا مصرية وعربية وأسهم في بناء فكر أجيال وأجيال اعتزت بهويتها وتلقت الكتاب باعتباره نبراسا وهاديا. اليوم نطلق الدورة 55، هذه الدورة التي أتطلع إلى أن تكون علامة فارقة في تاريخ معرض الكتاب بالقاهرة، حيث بذل الكثير من الجهد وسخرت الدولة المصرية إمكاناتها تقديراً لمكانة الثقافة والكتاب. ومن هنا أتقدم بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة للمعرض، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكل المؤسسات المصرية شريكة النجاح. نصنع المعرفة نصون الكلمة شعار صاغته ونسجته اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة للكتاب انحيازاً لدور مصر الرائد في صوغ المعرفة الإنسانية والإسهام في بنائها والحرص على استمراريتها وصونها والإعلاء من قيمها، اتساقاً مع رؤية الجمهورية الجديدة التي تعلي قيم الخلود وهي تبني عقولاً جديدة تتحصن بهويتها وتبدع في إثراء ثقافتها وهي تستشرف مستقبلاً جديداً.